النهارده انت جاي لعرض الخاص لفيلم الحب حكايه، ايه رايك في رامي عياش بانه ساب الغنى دلوقتي واتجه للتمثيل واول تجربه؟ لا هو ما سابش الغنى، هو اخد خطوه طبعا، ودي حاجه ايجابيه جدا وبرافو عليه انه اخد الخطوه دي. انا مبسوط بيها جدا وانا متاكد انه هينجح فيها. رامي من المطربين المميزين جدا وكله احساسه عالي جدا، فانا متاكد انه هينجح في الخطوه دي قوي وبرافو انه اخدها يعني. وببارك بقى لاحمد وفتاح وسعد هنداوي وايمان، لان دول صحابي انا بقى جدا، ومش بس زملاء يعني، احنا على المستوى الشخصي اصحاب قوي. والاستاذ صفوت طبعا منتج من اوائل الناس اللي انا اشتغلت معاهم عن نفسي وانا لسه طالع، فمتاكد ان المجموعه دي هتقدم حاجه مميزه ومحترمه جدا. طب ايه الجديد من محمد الشكنكري بيحضروه في رمضان؟ انت السنه اللي فاتت كنت مكسر الدنيا بمسلسلين جامدين. انا مضيت لسه ما مضيتش يعني، مفيش حاجه لسه مليون الميه يعني، لكن اللي تحت ايدي ان انا بصور فيلم هو الكيتس، صورت 60% من احداثه قدامي شويه واخلص خالص، لكن دراما تلفزيونيه مليون الميه لسه يعني، بس ان شاء الله يعني اكيد هيبقى في حاجه حلوه باذن الله يعني، مليون الميه لسه يعني، مش ماسكه في ايديا يعني لسه. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح، ونشوفك في رمضان زي ما احنا متعودين كل سنه لازم نشوف محمد الشكنكيري في اقوى المسلسلات. ميرسي يا رب ان شاء الله، وكل سنه والساده المشاهدين بخير يا رب. طب بمناسبه احنا بنختم 2015 وداخلين في 2016، محمد الشكنكيري بيتمنى ايه لنفسه على المستوى الشخصي وعلى مستوى العمل وطبعا لمصر؟ بص انا على المستوى الشخصي انا بتمنى ان انا ربنا يوفقني ان انا اختار ويجي لي حاجه كويسه، اقدر اختار حاجه معقوله ترضي الناس وترضي طموحي وتحافظ على مكانتي عند الناس الحمد لله. وبالنسبه لمصر انا يعني بتمنى يا رب ان لمصر والدول العربيه كلها ان الدنيا تبقى احسن السنه الجايه، ونبقى اكثر يعني الحروب تخلص بقى والسلام فعلا يعم علينا جميعا يا رب ان شاء الله وعلى العالم كله يعني. العمل بقى السينما والمسلسلات يعني رأيك كان فيها ايه في 2015 ونفسك ايه اللي يتغير في 2016؟ والله بالعكس انا شايف ان برغم الظروف اللي كانت الفتره اللي فاتت موجوده احنا لسه الحمد لله بخير، وان العجله لسه ماشيه يمكن ببطء شويه لكن في امل، وزي ما انت شايفه الحمد لله في رواج في السينما بعكس ما كل الناس متوقعه. يا رب ان شاء الله يكون احسن، وانا متاكد انه هيبقى احسن باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك دايما، وان شاء الله 2016 تبقى احسن لمحمد الشكنكيري بكتير. ان شاء الله. ميرسي ربنا يخليك.